هنبدأ دلوقتي التصوير المسلز اللي على الليج ريجون والبيس ريجون. دي منطقة الليج، المنطقة اللي فيها التيبيا، المنطقة اللي فيها التيبيا اللي بتمتد من الستايفل جوينت للترسل جوينت. دي منطقة التيبيا اند فيبولا، يبقى دي منطقة الليج ريجون. أما المنطقة من الترسس لغاية نهاية الرجل دي المنطقة اللي بتتسمى بيس ريجون، منطقة القدم. منطقة الليج ريجون، بيبقى فيها العضلات اللي بنقول عليها الاكستنسورز والفليكسورز. منطقة الليج ريجون بتمتد من الستايفل، هنا الباتيلا موجودة هنا اهي، وده الترسل جوينت. الكالكينيس موجودة اهي ورا الترسل جوينت. الكالكينيس دي اللي هي العظمة اللي في كعب الرجل اللي ماسك فيها الاكيليس تندون. ووجود الكالكينيس والاكيليس تندون بيعرفني ان الجزء ده كده ناحية ورا وهنا ناحية قدام. الاكيليس تندون والكالكينيس بيبقوا ناحية ورا، انما فوق الباتيلا بتبقى ناحية قدام. قبل ما نشوف العضلات عايز اوريك ثلاثة باتيلر ليجامنت اللي ماسكين الباتيلا مع التيبيا. لو بصيت كده هتلاقي ثلاثة باتيلر ليجامنت، لاترال وميديال باتيلر ليجامنت. دول بيبقوا ماسكين الباتيلا مع التيبيا، ماسكين الباتيلا مع عظمة التيبيا، يبقى دول اسمهم باتيلر ليجامنت. لاترال عشان الجنب ده اللاترال، وميديال عشان الجنب اللي جوه ده الميديال، واللي في النص يبقى اسمه ميدل باتيلر ليجامنت. هنبدا بعد كده ناخد العضلات. مجموعه الاكستنسورز بيبقى وضعها على الرجل من قدام، عباره عن ثلاث عضلات ديجيتال اكستنسورز، ومعاهم عضلتين تانيين. الثلاث عضلات الديجيتال اكستنسور، اول عضله على الرجل من قدام دي اللي بنسميها لونج ديجيتال اكستنسور، والتندون بتاعها ده طبعا يتسمى لونج ديجيتال اكستنسور تندون. ده بيبقى واصل لغايه السرد فالانس من تحت، لونج ديجيتال اكستنسور. العضله الثانيه اللي جنبها دي لاترال ديجيتال اكستنسور، والتندون بتاعها اهو شايفينه هيمشي برده ويروح يمشي جنب اللونج ديجيتال اكستنسور اهو لغايه ما بينتهي في الفيرست فالانس. عند التقاء اللونج مع اللاترال ديجيتال اكستنسور تندون في عضله قصيره اهي، دي اللي بنسميها شورت ديجيتال اكستنسور. يبقى لغايه دلوقتي الثلاثه ديجيتال اكستنسور، لونج ولاترال وشورت ديجيتال اكستنسور، وشفنا التندون بتاع اللونج واللاترال بنفس اسم العضله بس تندون. يبقى لونج ديجيتال اكستنسور تندون ولاترال ديجيتال اكستنسور تندون. لما بنشيل اللونج ديجيتال اكستنسور بنلاقي في عضلتين وراها، عضله بيضه فايبرس خالص، فايبرس تيشو كتيره اهي لونها الابيض خالص اهي، وعضله فليشي اللي وراها دي والعضله لحم اللي وراها دي. اهم العضلتين يبانوا من السايد فيو كده، يبانوا هم ورا بعض، البيضه دي واللي وراها اهو فورسيبس ده بينهم. العضله البيضه دي اللي بنسميها فيبيولارز تيرشس، اما العضله اللي وراها اللي لازقه فيها على طول دي اللي بتتسمى كرينيال تيبيال، او لو حبينا نقولها باللاتيني بنقولها تيبياليز كرينياليز لانها قدام التيبيا، عظمه التيبيا اهي، دي عظمه التيبيا. يبقى الفيبيولاريس تيرشس لازقه على طول في العضله اللي اسمها كرينيال تيبيا. يبقى انا كده خلصت الخمسه اللي بنقول عليهم الاكستنسور جروب. هنبدا وراهم على طول من ورا اللاترال ديجيتال اكستنسور، نبدا مجموعه العضلات دي اللي هي تبع مجموعه الفليكسورز. دايما في الفور او في الهايند ليمب اللاترال ديجيتال اكستنسور هي اخر الاكستنسور، ووراها يبقى بدايه العضلات الفليكسور. اول عضله ورا اللاترال ديجيتال اكستنسور العضله الكبيره قوي دي اللي بنسميها هالوزس لونجس، لازق في الهالوزس لونجس عضله بيبان منها التندون بتاعها الصغير ده اللي هو بنسميها كودال تيبيال، يعني الكرينيال تيبيال هنا قدام والكودال تيبيال هنا ورا لازقه في الهالوزس لونجس. العضلات دي هنشوفها تاني على الجنب الميديال.
الهالوزس لونجس والكودا التيبيا. لو بصيت هتلاقي ورا الكلام ده بقى فيه حته فاضيه سبيس اهو لغايه الاكيلس تندون، لغايه الاكيلس تندون. الاكيلس تندون ده بيكونه خمس عضلات. لما نيجي نشوف هنلاقي العضله الصغيره دي واحده منهم اللي هي بنسميها سوليوس ماسل. هي صغيره كده في الحيوانات، بس في الانسان بيبقى حجمها كبير جدا. سوليوس ماسل. يبقى السوليوس من العضلات اللي بتكون الاكيلس تندون. معاها مين تاني؟ العضله دي شو لما نشيل البايسبس كده بنلاقي بيبان العضله الكبيره قوي دي. العضله دي اللي هي عضله السمانه اللي هي بنسميها جاستروكليميوس، عضله بطن الساق. احنا حتى بنقولها باللغه العاديه بتاعتنا بطن الرجل. العضله اللي عامله بطن الرجل دي اللي هي بنسميها جاستروكليميوس. دي ليها اتنين هيدز، هيد على الجنب اللاترال وهيد قصاده على الجنب الميديال. الاتنين هيدز من العضلات اللي بيشاركوا في تكوين الاكيلس تندون. يبقى سوليوس والجاستروكليميوس ده اللاترال هيد، وعلى الناحيه الثانيه هنشوف الميديال هيد. بين اللاترال والميديال هيد يعني لو دخلنا الفورسبس كده في عضله طالعه اهي من بين التو هيدز، عضله كبيره اهي. العضله دي اللي بنسميها بلانتاريز، العضله الخلفيه، او اللي هي بنسميها سوبرفيشال ديجيتال فليكسور. السوبرفيشال ديجيتال فليكسور التندون بتاعها ده التندون بتاعها اللي هو السوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون. يبقى دي عضله البلانتاريز، برضو من العضلات اللي بتشارك في تكوين الاكيلس تندون. يبقى من العضلات اللي بتشارك في تكوين الاكيلس تندون او ليه اسم تاني كومان كالكينيال تندون، ثلاث عضلات هنا في منطقه الليج، سوليوس والجاستروكليميوس والبلانتاريز، بالاضافه لعضلتين جايين من فوق اللي احنا لسه قايلينهم اللي هي التندنس بارت بتاع البايسبس فيموريز والسيمي تندنوزس. يبقى كده الخمس عضلات اللي شاركوا في تكوين الاكيلس تندون او اللي بنسميه كومان كالكينيال تندون. يبقى احنا كده خلصنا منطقة عضلات منطقة الليج.